كان مشهدا مهيبا حين رفع الجيش الصيني القبعة للطاقم الطبي بمدينة ووهان الصينية. لم يتخيل أحد أن المدينة التي صدرت فيروس كورونا المستجد للعالم استطاعت أخيرا السيطرة على المأساة وباتت شبه خالية من الوباء. لكن على بعد آلاف الكيلومترات تتبدل معالم المشهد في إيطاليا، فالدولة الواقعة في قارة أوروبا تتجرع قسوة الفيروس الفتاك، يزيد عدد المصابين فيها عن 59 ألف شخص، فيما قضى كوفيد-19 على حياة أكثر من 5000 شخص. الاستهتار بالفيروس هو ما تم اتهام بعض أبناء إيطاليا به، فسلوكيات المواطنين حتى أسابيع قليلة ماضية لم تختلف، فلم تتوقف الزيارات العائلية التي يعتبرها الشعب جزءاً من موروثته، فيما كان أثر الفيروس جلياً على كبار السن الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الشعب الإيطالي. أعداد مصابي إيطاليا ترتفع، لا يحظى الراحلون بوداع ملائم، يعتكف الناس داخل منازلهم، توقفت الحياة وساد الصمت إلا من صوت أجهزة التنفس وركض الأطباء لإنقاذ المرضى، وأحياناً موسيقى تصدح من شرفات البيوت إذ يغني المواطنون لنشر الأمل لعل القادم يكون أفضل. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما قلنا ومن خلال هذا التقرير عايزين نلقي الضوء على التجربة الصينية في مكافحة فيروس كورونا المستجد والتجربة الإيطالية. ماذا حدث خلال الفترة الماضية، خلال الشهرين الماضيين تحديدا، لكي تكاد تنتصر الصين على فيروس كورونا، وماذا حدث في الجهة المقابلة وبصورة عكسية في إيطاليا؟ النهاردة إيطاليا عدد الوفيات تجاوز 600 واحد في 24 ساعة الأخيرة، والأيام الماضية تجاوز يمكن وصل إلى 800 متوفي، 800 حالة وفاة في بعض الأيام. ماذا جرى؟ إيه اللي خلى الصين تكاد تقترب من النصر، وإيه اللي خلى إيطاليا في هذه المرحلة الصعبة المأساوية؟ ده اللي أنا هحاول أتكلم عنه مع ضيوفي في الاستوديو، الإعلامية الصينية فيحاء وانغ من مجموعة الصين للإعلام. أهلا بحضرتك أهلا يا أستاذة فيحاء. أستاذ وائل حنة الباحث في الثقافة الإيطالية، أهلا بك يا أستاذ وائل. طيب أبتدي من عندك يا أستاذة فيحاء، يمكن أنت شرفتينا هنا في الاستوديو منذ فترة، وكنا بنتكلم والأزمة في ذلك الوقت كانت يعني شديدة في الصين. ما الذي تغير؟ ما الذي جعل الأوضاع أحسن وأفضل في الصين؟ نعم طبعا، هذا بفضل اتخاذ الحكومة الصينية المركزية والمحلية أشد إجراءات، يعني أعتقد في العالم أشد إجراءات للوقاية والسيطرة على هذا الفيروس الخطير. إجراءات شديدة. شديدة. أوه. مثلاً في البداية قمنا بتعليق المواصلات والمرور، وأيضاً قمنا بحجر صحي لحوالي أكثر من 60 ملايين لمقاطعة هوبي، يعني هو مركز تفشي الفيروس. يعني كان هناك إغلاق تام لمقاطعة هوبي الذي يعيش فيها أكثر من 60 مليون نسمة، ولكن الشعب الصيني مشهور عنه الانضباط والالتزام وتنفيذ يعني التعليمات. هل هذا ساعد أيضا؟ نعم طبعا، هذا يعني بفضل ثقافة الصين. نحن تعرضنا
للعديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل هكذا، وأيضا بعض تحديات كبيرة الاقتصادية والاجتماعية. فنحن الشعب الصيني نتعود على التزام الكامل بمتطلبات الحكومة. طيب خلينا نروح للأستاذ وائل وإحنا بنتكلم عن يعني الأوضاع الحالية في إيطاليا، وحضرتك مرتبط بالثقافة الإيطالية وزرت إيطاليا وعشت فيها، يعني إيه اللي خلى الوضع في إيطاليا يعني وصل إلى هذه الدرجة الخطيرة؟ يعني باختصار شديد عكس الكلام اللي قالته الأستاذة في الصين، الحكومة أو الحكومة بتقول للإيطاليين أو للشعب التزم بالبيت، حاول تقلل الخروج على قد ما تقدر. العكس هو اللي بيحصل، اعتبروا ان عدد ساعات شغل اقل، واعتبروا ان اماكن الدراسة اتقفلت ان دي اجازة يقدروا يخرجوا فيها ويقدروا يقابلوا قرايبهم فيها ويسهروا في الكافيهات او يروحوا المولات ويعملوا شوبينج. يعني خدوا الكلام بالعكس، وده السبب في ان المرض تفشي اكتر هناك. طبعا في كذا سبب تاني بس ده السبب الاساسي اللي بعد كده الحاجات التانية بدأت تتأثر بيه او يترتب عليه الخطوات اللي باقية. طب استاذ وائل اسمح لي اشرك معنا الاستاذ بيرو دوناتو رئيس الجالية الايطالية في مصر، وهو معنا عبر سكايب. مساء الخير سيد بيرو. مساء الخير يا دكتور عمرو، ومساء الخير لضيوفك العزيز. اهلا وسهلا. يعني نفس سؤالي يمكن اللي انا طرحته على الاستاذ وائل الان، يعني احنا طبعا الشعب الايطالي من الشعوب الصديقه ومن الشعوب المحبه للحياه، يعني ونحن نرى المشاهد الان في ايطاليا بنحزن وبنشعر بالاسى والحزن على هذه الاوضاع التي تعيشها ايطاليا ويعيشها الايطاليون. من وجهه نظر حضرتك ايه اللي وصل الاوضاع لهذه الدرجه؟ لو سمحت لي يا دكتور عمرو، اولا انا عايز اشكر جميع العاملين، دكاتره وممرضات وعاملين في جميع انحاء مستشفيات العالم، في الصين وفي إيطاليا وفي كل بلاد العالم، إنه هي دي الناس اللي فعلا الجندي المجهول اللي لازم نشكره تماما. نرجع للسؤال بتاع حضرتك، أولا زي ما قالت الأخت الصينية، طبعا تختلف تماما ثقافات البلاد. الشعب الصيني اتعود انه يبقى يسمع كلام فعلا بطريقة ملحوظة، طبعا انجاز غير عادي اللي عملوه، ونرفع لهم القبعة بدون كلام. من ناحية تانية ناخد ايطاليا، ايطاليا يعني منظومة الطب في ايطاليا من احسن منظومات في العالم، انما ايطاليا اولا نسبة السن عالي جدا، نسبة الناس اللي عندها ارتفاع ضغوط وسكر عالي جدا غير الصينيين تماما. فطبعا الدكاترة هتقول احسن مني، انا راجل زراعي، انما كل الدراسات بتؤكد انه المرض السكر والارتفاع الضغط بيبقى قاتل في السن في الناس الكبيرة في السن. يعني ده أحد الأسباب. طبعا ما فيش كلام أنه إحنا شعب مرح زي ما بقول، إحنا بتكلم على الشعبين المصري والإيطالي، شعب مرح وبنحب نعيش وبنحب الحياة، وبالتالي يمكن حصل سنة تهاون في بداية الأمر. إنما أنا عايز أديك أخبار حضرتك أنه من أول امبارح النسبة طبعا وهي لازالت عالية جدا، زي ما الأخت قالت 59,000 حالة النهاردة، وامبارح النسبة قلت بنسبة 15-20% من 800 متوفي أول امبارح يومين نزل ل 600، وده رقم طبعا لازال عالي جدا على مستوى العالم، إنما هو مطمن نسبيا، يعني في نور في اخر التنل زي ما بيقولوا، يعني النفق. فاتمنى اتفضل يعني انه ما حدش البلاد الاوروبيه الباقيه، بعدين حضرتك بقى البلاد العالم النهارده بتتعلم من الدرس الصيني وثم الدرس الايطالي.
فبنحاول نتفادى اللي بيحصل اللي حصل في البلدين. طيب يمكن بعض الـ يعني الصحف والمجلات وجهت انتقادات للحكومة الإيطالية أنها يعني لم تتعامل بالقدر المطلوب مع الأزمة في البداية، يعني هل تتفق مع هذا الكلام؟ والله أنا يعني صحف عامة بالذات في بلاد زي إيطاليا بيبقى جزء منها سياسي، ومش عايزين نستغل جزء السياسي في الجزء ده، دي كارثة عالمية ولازم كلنا نتكتف وننسى الجزء الميول صحيح اللي من صحيح اليمين ومن اليسار، مش عايزين نستغل بالذات الأزمات دي وأزمات دي الأصول، نبقى كلنا مع بعض العالم كله يبقى بلد. طيب أنا مش عايز أطول على حضرتك يعني، لكن أنا برضو بشير لنقطة. طيب يبدو أنه إحنا فقدنا الاتصال مع الأستاذ بييرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية في مصر. أنا بشكره على أي حال، وزي ما قال يعني الأستاذ دوناتو أنه الشعب الإيطالي زي الشعب المصري، يعني محبين للحياة ومحبين للمرح وبيحبوا أنهم يعيشوا اللحظة، ويمكن الأخطاء اللي حصلت في الفترة الأولى أنهم بعكس الشعب الصيني يعني لم يستجيبوا للتعليمات بتاعت المسؤولين، لم يستجيبوا للتعليمات بتاعت المسؤولين في القطاع الصحي على وجه التحديد، وبالتالي يعني وصلنا إلى هذه الدرجة. سيدة فيحاء، يمكن وأنا بتكلم النهاردة في البرنامج تحدثت عن انتشار كاميرات المراقبة في الشوارع الصينية، الكاميرات التي تراقب. يمكن البعض رأى في هذا الموضوع يعني جانبا سلبيا يتعلق بحرية الإنسان وحقوق الإنسان وإلى آخره، لكن يبدو أنه هذه النقطة تحديدا يعني كان لها جانب إيجابي كبير جدا في هذه الأزمة، هل تتفقين مع هذا الرأي؟ أعتقد لكل شيء وجهان إيجابية وسلبية، مثلا ممكن نستخدمه كآلة لحماية سلامة الناس، وأيضا ممكن نستخدمها كآلة السيطرة على حرية الجميع. هذا يعني يعتمد على اختيارنا الصحيح. جميل جدا. طيب يمكن حضرتك أشرتي إلى خبرة لدى الشعب الصيني في التعامل مع الأزمات، مع أوبئة زي مثلا حصل في موضوع سارس، مع الزلازل، مع يعني المشاكل الطبيعية التي تحدث. هل أنتم يعني منذ المراحل الأولى في المدرسة يعني تدرسون وتتعلمون كيفية مواجهة هذه الأزمات؟ يعني لدينا وعي قوي من بداية الدراسة. يعني نحن الصين لدينا عدد سكان هائل، ولازم أن نتضامن في كثير من القرارات المهمة للدولة. وأيضا من عادتنا أن نرى المصالح العامة أكثر أولوية من المصالح الفردية. شيء جميل جدا. أرجع لإيطاليا تاني مع الأستاذ وائل. أستاذ وائل، يمكن برضو مسألة أنه كبار السن اللي هم فوق 65 سنة نسبتهم ربع ربع 25% من الشعب الايطالي عمره اكبر من 65 سنه. وايطاليا تاني بلد في العالم متوسط الاعمار فيها عالي، اول بلد اليابان، تاني دوله ايطاليا. ويمكن في حاجه تانية برضو بتميز الايطاليين، انه في ترابط اسري.
يعني بيعيشوا مع بعض وبيزوروا بعض باستمرار، في ترابط اسري كبير جدا. يعني هم شعب فخور بفكره المعمرين. يعني تيتا وجده اللي سنهم فوق السبعين سنهم فوق الثمانين بيبقوا فخورين بيهم. العيله ممكن تيجي العائلات ممكن تيجي مصر تعمل رحله كامله. يعني بابا وماما وجده وتيتا والاطفال والشباب الصغيرين، مش اطفال حتى شباب، اللي هو ممكن يبقوا رجاله كبار كمان. العيله مترابطه جدا. وبالتالي بيقال يعني او تقول بعض التقارير انه ربما نسبه كبيره جدا من الشباب اخذوا المرض وتعافوا، هم يعني تعافوا منه ونقلوه لكبار السن. بالظبط. طيب يمكن واحنا بنتكلم برضو عن طبيعه الشعب الايطالي، وحضرتك بتقول لي انه يعني طبيعته محبه للحياه مرح. بس مساله نعم مرح، شعب مرح. لكن ازاي ما يعني ما خافش في البدايه الشعب الايطالي لما شاف التجربه الصينيه، لما شاف اللي حصل في الصين؟ ال زي ما استاذه قالت التجربه بتاعتهم جديده في ده. يعني الفرق ان مثلا فكره فيروس سارس اللي انتشر من حوالي 10 سنين انتشر في 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 في, في, في القاره الصينيه. التجربه الايطاليه او التجربه الاوروبيه ما عملتش الاكسبيرينس دي قبل كده. ممكن التجربه الايطاليه موجوده لكلمه حتى كانتيرا اللي هي 40 يوم ليه علاقه بالمواني في ايطاليا، بس ده تجارب قديمه. اللي كان البحار لما او المركب التجاريه بتخش المواني الايطاليه لازم تقعد في حجر صحي كانتيرا، دي يعني 40 يوم باللغه الايطاليه او اللغه اللاتينيه، لازم يقعد 40 يوم بعد كده يقدر يخش الدوله او يخش البلد، بحيث لو ظهر عليه اعراض اي مرض او ظهر عليه اي حاجه. جميل جدا. طيب كيف هو الوضع الان في الصين؟ يمكن نقول ان الوضع تم سيطرة على انتشار الفيروس، ولكن ما زال نلتزم باجراءات وقائيه، مثلا نرتدي الكمامات ونستالف دراسه لبعض المقاطعات، ليس جميع. مش جميع. يعني أي كم مقاطعة انتقل إليها الفيروس في الصين؟ جميع المقاطعات. جميع. تم تسجيل يعني إصابات في كل المقاطعات، ولكن طبعا النسبة الأكبر تبقى في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان. في المرتبة الثانية أي مقاطعة؟ يعني المقاطعة مجاورة بمقاطعة هوبي، وأيضا مقاطعات يعني لديها كثير من العمال الذين يسافرون إلى مختلف المقاطعات الصينية للعمل. ولكن الإجراءات المشددة هل هي موجودة في كل المقاطعات ولا فقط في مقاطعة هوبي؟ نعم، حسب مختلف اختلاف الظروف كانت إجراءات مختلفة أيضا. كانت الإجراءات مختلفة. أشد في هوبي. صح. هل يمكن القول إنه يعني الحياة أو مظاهر الحياة رجعت إلى شيء من طبيعتها في هوبي في الفترة الأخيرة؟ هل مثلا يعني تم افتتاح المدارس، الجامعات، الأسواق في هوبي؟ في هوبي لا، دلوقتي لا. لا، لأن يعني مهمتنا حاليا هي الوقاية من انتشار فيروس من خارج الصين إلى الصين مرة ثانية. اللي هم مع العائدين إلى الصين. نعم. طيب في إيطاليا يمكن دائما بنسمع دائما إنه يكون في صراع سياسي، اليمين واليسار والوسط و تكتلات حزبية إلى آخره. في الفترة الأخيرة برضو كان فيه يعني مناوشات كده، إنه اتهام لحكومة كونتي بأنها لم تتعامل بشيء من الجدية في البداية. إزاي أنت متابع الموضوع ده يا أستاذ وائل؟ يعني بدون ما نخش في تفاصيل سياسية كبيرة، هو اللي كان بيتقال يمين التاني يقول شمال. نقعد في البيت؟ لا، ما نقعدش، احنا ندور على الشغل. نلتزم بالإجراءات الصحية اللي بيقولها المسؤولين الأطباء، لا ننزل عشان خاطر إحنا علينا كم كبير من الديون، علينا كم كبير من الالتزامات الاقتصادية، فلازم ننزل نشتغل. فالتضارب بين الرأيين ضر الشعب.
ده صحيح، ده ضرر الشعب، ضرر الشعب جدا. لان كل فريق بيحاول او كل حد منتمي لحزب سياسي بيحاول يعني يتقرب ليه بان هو بيسمع كلامه، وده ما كانش يعني ده في الصالح العام للشعب الايطالي، او ما كانش صح. اللي بيميز المناطق الشماليه في ايطاليا كطبيعه شعب، يعني انا بعرف انه في زي عندنا كده يعني وجه بحري وجه ابلي في ايطاليا، يعني المناطق الشماليه ليهم عادات وتقاليد مختلفه شويه. الشعب في المناطق الجنوبيه شبه الشعب العربي جدا، مترابطين اسريا جدا، الثقافه بينهم ثقافه العيله الكامله، ممكن تلاقي الشعب العيله كلها لسه مرتبطه ببعضيها وقاعده في بيت واحد، عكس العائلات في الشمال لا ممكن يبقى هم منفصلين قاعدين لوحدهم. كمان معظم الاستثمارات معظم الشغل موجود في الشمال. يعني مطار مالبينسا ده اكتر مطار تجاري، اكتر مطار بيجيله ناس زيارات تجاريه نقل في الشمال. وده دي اكتر حاجه بتميز الشمال. جميل جدا. طيب انا بس عايز انتهز الفرصه، وزاره الصحه المصريه اصدرت بيان الان بتقول فيه انه تم تسجيل 39 حاله ايجابيه جديده لفيروس كورونا المستجد، وفاه 5 حالات، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من ايجابي لسلبي الى 96 حاله، يعني عدد كبير. ارتفاع حالات الشفاء من مصابي الفيروس الى 68 وخروجهم من مستشفى العزل، يعني ده الاجمالي حسب بيان وزارة الصحة اللي صدر الان. كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 اجانب واثنين مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا ل إرشادات منظمة الصحة العالمية، اللي ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم من أصل 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية. أوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لمواطن هندي و4 حالات وفاة من المصريين. دي آخر البيانات اللي صدرت النهاردة، أو البيان اللي صدر النهاردة عن وزارة الصحة المصرية. طيب نرجع للصين تاني، يعني كيف استوعب الصينيون هذه الأزمة؟ كيف هل استفادوا من هذه الأزمة؟ يعني طبعا من خلال هذه الأزمة تعلمت، يعني لدينا درس جديد أيضا، يعني نقوم بتقوية نظام الصحة والطب هكذا، خاصة لمواجهة الفيروسات هكذا. وأيضا وأصبح لديكم خبرة في التعامل مع هذه الأزمات. يعني أنا سمعت أن هناك خبراء صينيون الآن يقيمون مستشفى ميداني في روسيا، وهناك أيضا خبراء سافروا إلى إيطاليا لتقديم المساعدة، ويعني إلى أكثر من مكان. لأن لدينا عدد كبير من المصابين، فلدينا خبرات عديدة في علاج المصابين. لازم أن نتبادل هذه الخبرات والتجارب. طيب في إيطاليا أستاذ وائل، يعني الإعلام الإيطالي يمكن أنت متابع، يعني إزاي بيغطي الأحداث دي؟ مصدقية، بيقول الحقيقة، بيشوفوا الناس وبيقولوا الحقيقة، الأحداث اللي بتحصل بيتابعوا من جوه المستشفيات. بس في قنوات بتبقى تابعة مش عارف لحزب إيه، ووسائل إعلام تابعة لأحزاب معينة، هل بتحصل يعني زي تبادل اتهامات بين السطور؟ بتحصل السطور. بس بين السطور. الأولوية دلوقتي للشعب، الأولوية للصحة دلوقتي، الأولوية للحالات اللي موجودة. طب نفس السؤال اللي طرحته على الأستاذة فيحاء، يعني هل الـ 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 الأزمة اللي بيعيشها الشعب الإيطالي هيستفيد منها؟ طبعا هيستفيد منها.
اكيد ما فيش حد يعني هم مش جديد عليهم الازمات، يعني هم عاشوا في ازمات كتير، عاشوا الحرب العالميه الثانيه، عاشوا الحرب العالميه الاولى، عاشوا مشاكل كتير قبل كده، فهم بيستفادوا من الازمات دي وبيعدوا. لكن الاجيال الحاليه ما عاشتش ازمات كبيره، يعني زي يعني اخر حاجه الحرب العالميه الثانيه 75 سنه يعني انتهت. انما يعني يعني عدد الوفيات بالالاف دلوقتي، زي ما قال الاستاذ دوناتو انه يعني النهارده وصل عدد الوفيات الى 600 حاله، وفي حاله فرح لانه النسبه قلت، يعني 600 من 800 لكن لا تزال النسبه في 600 يعني العدد كبير جدا، يعني العدد كبير جدا. طيب في سؤال كده كنت عايز اطرحه على الاستاذه فيحاء، يعني كيف يستقبل الشعب الصيني هذا الوصف الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن فيروس كورونا، يقول أنه الفيروس الصيني؟ طبعا أولا أوضح أن الفيروس ليست له أي جنسية أو حدود جغرافية، هو عدو مشترك لجميع الإنسان، فهذا أعتقد هذا تعبير خير صالح، غير لائق، غير مناسب خير مناسب. طبعا سيثير يعني شكوات من الصينيين، هذا شيء عادي. طبعا يعني انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى باذن الله انه الامور يعني تسير الى طريق ايجابي والى نهايه طيبه ان شاء الله في الصين وفي إيطاليا وفي مصر وفي كل بلدان العالم، لأن هذه الأزمة زي ما احنا قلنا هي أزمة فريدة من نوعها، أزمة ربما لم يكن العالم ينتظرها، لكننا وجدنا أنفسنا هذا الجيل اللي احنا يعني فيه أو منه وجد نفسه في مواجهة واحدة من الأزمات التي لم تخطر له على بال. نتمنى من الله انه بشيء من الالتزام، بشيء من الانضباط، ان احنا نحقق الهدف الاسمى والهدف الوحيد الان، ان احنا نعبر هذه الازمه الى بر الامان. شكرا جزيلا للاستاذه الاعلاميه الصينيه فيحاء وانغ، والى الاستاذ وائل حنا بحث في الثقافه الايطاليه. شكرا جزيلا. بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره في حلقه جديده باذن الله. تصبحوا على خير.